منذ ساعات الفجر الأولى يتقاطر الناس إلى هنا، وتبدأ سلسلة ممتدة من الراغبين في الحصول على جوازات السفر والقادمين من أغلب مدن البلاد، بعد أن تحولت مأرب وفرع المصلحة فيها إلى مركز إصدار رئيسي للوثيقة الهامة في حياة اليمنيين. إقبال كثيف زادت وتيرته مع فتح باب العمرة، بالإضافة إلى عدم صلاحية الجوازات السابقة وعدم العمل بها. عوامل كثيرة إذن وراء هذا الزحام، أوضحت الفجوة بين مصلحة الجوازات بمأرب وبنيتها التحتية وخدماتها ومدى احتياجها لمزيد من التطوير والتحسين. كنت لي 25 يوم، كنت أقل زيادة 200,000 دور جواز ب5,000 ريال، لا كنت مشيت مع عمرة ولا غيرها، جالسين صباحا بليل ننام ونصحى. يا اخي الوضع في الجوازات تمام بس زحمه، هو احنا ناشد محافظ المحافظه ومدير امن المحافظه بحل مشاكل المساكين يظلوا في البرد، يعني اليوم الصباح بعد صلاه الفجر والنساء على باب الجوازات. تحديات وصعوبات كثيرة تواجه عمل مصلحة الجوازات في المدينة، أبرزها محدودية المبنى المخصص للجوازات والخبرة المتواضعة لكوادرها، وبالنظر إلى واقع المصلحة والضغط المهول في طلبات المعاملين الذين يتوافدون على مأرب كونها باتت مناسبة للعيش والعمل، بالإضافة إلى سهولة وإمكانية حصول الراغبين على هذه الوثيقة. الرقم يقترب من 100,000 جواز إصدار حتى الآن منذ افتتاح المبنى مصلحة الهجرة والجوازات في عام 2016، يعني أن المحافظات الأخرى تخضع لسيطرة الإنقلابيين، وتم يعني كنسلت جميع الفروع التي تخضع لسيطرتهم، وأغلب المحافظات يتجه إلى فرع مأرب بحكم أنه يتبع الشرعية. الموضوع الثاني هو موسم العمرة، ومن ضمن المواضيع كمان هو ازدحام المبنى، لم يكن هذا المبنى مخصصا للجوازات وإنما يستخدم لفترة مؤقتة. هي إذن رحلة مجهدة ومكلفة تزيد من معاناة هؤلاء من أجل الحصول على هذه الوثيقة، وهذا ما يستوجب من السلطات هنا العمل وبصورة عاجلة على تذليل الصعوبات الماثلة أمام المصلحة من أجل تقديم خدماتها بطريقة ميسرة وسهلة مستقبلا، ووضع آلية لتسريع إصدار الوثائق لمواجهة كثافة الإقبال. يقول الناس هنا أن هذه الوثيقة تكلفهم كثيرا من المال والجهد، فمن السفر الشاق وصعوبة التنقل بسبب عراكيل الميليشيا إلى طول الانتظار ومتاعب المعاملات من أجل الحصول على جواز السفر، لكنهم يأملون في الوقت نفسه أن تنجح مصلحة الجوازات في التغلب على مشكلة الزحام هذه وتضع آلية إصدار جديدة وبصورة عاجلة. خليل الطويل، قناة بلقيس، مأرب.